عندنا أول باتيه هيكون باتيه كبد فراخ، عندنا زيت زيتون من 2 إلى 3 أنشوجة فيليه، 2 معلقة كبيرة كيبرز، 2 فص توم، 250 جرام كبدة تكون مغسولة، و 250 جرام مرق الدجاج، وملح حسب الحاجة. أحط الزيت على النار، ومع الزيت هحط الكيبرز، الأنشوجة، والثوم. وهسيبهم على النار لحد الأنشوجة ما تبتدي تتهرق عشان تنزل كل طعمها في الزيت، وبعدين هحط الكبد. هنقلب الكبدة لحد ما تاخد لون حلو. كبدة الفراخ عموما مش بتاخد وقت في السوا خالص. اوكي، دلوقتي اتحمرت من كل الجوانب، هنحط لها مرقة الفراخ وهنسيبها على النار تتشرب المرقة وتكمل سوا. ما نحطش المرقة كلها برضو علشان نتحكم في الملمس، لو احتاجنا زيادة ممكن نحطه واحنا بنضربها في الفود بروسيسور. كده الكبدة خلاص اتشربت كتير من المرقة بتاعتها، هناخدها نحطها في الفود بروسيسور وهنشوف لو هنحتاج بقية المرقة نظبط الملمس ولا هتبقى كويسة. نبتدي نضربها. اوكي، كده الباتيه جاهز. طبعا هي لسه سخنه قوي زي ما احنا شايفين بتطلع دخان، فهتبان ان هي اطرى شويه، ولكن هي لما درجه الحراره بتاعتها تنزل هتمسك نفسها اكتر. نحطها في طبق تقديم. ونحط عليها شوية زيت فوق الوش. وشوية بصل أخضر للتزيين.